أهلا بكم مشاهدينا. أكدت وزارة المالية في حكومة النظام أنه لم يعد لديها مورد من القطع الأجنبي إلا الحوالات، مشيرة إلى أن غياب التوازن بين الكتلة السلعية والنقدية يدفع إلى خيار الاستدانة. وأضافت الوزارة أن ارتفاع المديونية الداخلية يؤثر على سعر الصرف، مؤكدة أن هم الحكومة حاليا تأمين القطاعين العسكري والأمني، ومن ثم قطاعات الصحة والمشافي والسلع الغذائية. من جانبه أوضح خبير اقتصادي أن من يحدد سعر صرف الدولار هم قلة من المضاربين الذين لهم علاقات مع بعض ضعاف النفوس في الأسواق، ما يضطر المصرف المركزي للتدخل بكميات كبيرة من القطع لتمويل الاحتياجات غير التجارية، والتي تعد الحامل الأساسي لسعر الصرف الأعلى. قال ناشطون من الرقة إن تنظيم الدولة أمن مرور عدد كبير من القاطرات المحملة بالقمح لمناطق سيطرة النظام مقابل حصوله على 25% من الحمولة. وأكدت مصادر ميدانية إن القاطرات عبرت بأمان أماكن سيطرة التنظيم في الرقة وصولا إلى ريف حمص الشرقي. ويضاف هذا الاتفاق بين التنظيم والنظام إلى عمليات البيع والشراء المستمرة بين الطرفين فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته. هذا وأشار الناشطون إلى أن التنظيم حصل مؤخرا على نسبته من أحدث الحمولات، حيث تم تفريغها في مطحنة الرشيد. في لبنان، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن لبنان يحتاج حوالي 2,100,000,000 دولار خلال العامين الحالي والقادم من أجل تأمين احتياجات النازحين السوريين ودعم الاستقرار اللبناني ومساعدة المجتمعات الأكثر فقراً. ولفتت الوزارة أن لبنان سيعرض خطة الاستجابة للأزمة السورية خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين المخصص لجمع أموال العمليات الإنسانية في سوريا، الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في الكويت من أجل الحصول على الدعم المالي من الدول المانحة. وإلى أسعار العملات في سوريا، سجل الدولار ارتفاعا جديدا في الأسواق السورية وارتفع بأكثر من ليرة واحدة. ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار حوالي 251 ليرة سورية للمبيع وفق تداول العملات اليوم، بينما سجل سعر صرفه في حلب قرابة 246 ليرة سورية للمبيع أيضا. وفي أسعار المعادن، ارتفع سعر غرام الذهب بأكثر من 50 ليرة في الأسواق المحلية، بينما بقي سعره مستقرا في الأسواق العالمية. فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 8,260 ليرة سورية حسب تداولات سعر الذهب في أسواق إدلب، فيما وصل سعر غرامه من عيار 18 في إدلب كذلك إلى قرابة 7,080 ليرة سورية.
رفضت جمعية الصاغة في دمشق اقتراح وزارة المالية التابعة للنظام بأن يحصل رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب من المواطن بدلا من الصائغ. وأوضحت الجمعية أن الاقتراح يعني أن لا يتم اقتطاع الرسم مباشرة من الصائغ بل من المواطن عندما يشتري أي قطعة ذهبية، مضيفة أن المشكلة الأساسية لا تكمن بمن سيقوم بدفع الرسم بل بارتفاع الرسم، وإذا كان المواطن سيدفع هذا الرسم فإنه لن يقبل على شراء الذهب أو تداوله، وبالتالي لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بهذه الطريقة أو بالحلول الضعيفة. في مصر تمثل العمالة غير المنتظمة ما يزيد عن 50% من إجمالي القوى العاملة المصرية بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، ويعاني غالبية العاملين بهذا القطاع من انعدام الحماية القانونية لنشاطهم ومن غياب معايير العمل وعدم انتظام الأجر وساعات العمل، فيما تشمل المشكلات المتعلقة بفرص العمل والأجور فئات عدة داخل الكتلة المهنية والعمالية من مصر، سواء ممن يحملون المؤهلات العلمية المختلفة أو من الخريجين الجدد. بالمقابل يقدر الخبراء معدلات البطالة بما يقترب من 10% من عدد السكان، بينما تحدد المصادر الحكومية أعداد العاطلين بنسبة أقل. ذكر جهاز المركزي للإحصاء السوداني أن معدل التضخم في السودان بلغ 23% في شهر شباط، انخفاضا من 24% في كانون الثاني، نظرا لاستمرار التراجع في أسعار الأغذية. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال الجنوب في عام 2011، مستحوذا على 3/4 إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي الذي يستخدم في دعم الجنيه السوداني وتمويل واردات الأغذية والواردات الأخرى. وأدى خفض الدعم الوقود في عام 2013 إلى صعود التضخم، لكن تأثير ذلك بدأ في الانحسار. كشفت تقارير ودراسات علمية أن حجم الطلب على المياه في السعودية يصل إلى 17 مليار متر مكعب، أي 4 أضعاف كميات المياه التي تنتجها دول الخليج. وأثبتت الدراسة أن التوسع المستمر في الزراعة المعتمدة على الري من أهم أسباب انخفاض مستويات المياه الجوفية، كما أوصت الدراسة باتخاذ الإجراءات الصارمة بعدم حفر أبار جديدة وعدم التوسع بالرقعة الزراعية للمحافظة على مستوى معين من مخزون المياه الجوفية، وذلك لندرة تغذية المياه الجوفية حسب بيانات الرئاسة العامة للأرصاد بأن معدل سقوط الأمطار لا يتجاوز 50 مليمتر سنوياً. وإلى تقرير عالمي، قالت منظمة أوبك أن الدول الأعضاء لا يجب أن تخفض إنتاج النفط بغرض دعم سعر النفط الصخري. وفي موضوع آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم إثر انخفاض نظيرتها في وول ستريت. مزيد من الأخبار في التقرير التالي. قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إن الدول الأعضاء لا يجب أن تخفض الإنتاج بغرض دفع سعر النفط الصخري الأعلى تكلفة. وتقول أوبك إن الزيادة في إنتاجه مؤخرا هي سبب ضعف أسواق النفط الطبيعي. وكان خام برينت هبط متجها صوب 59 دولارا للبرميل اليوم، متغلبا على المخاوف السياسية وخطر تراجع الإنتاج في ليبيا والعراق. تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم إثر انخفاض نظيرتها في وول ستريت بعد صدور بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية عززت التكهنات برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. قالت شركة نوريجيان ثالث أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا إنها ألغت عشرات الرحلات المقررة اليوم الاثنين بعد إخفاق المحادثات مع الطيارين المضربين عن العمل في التواصل إلى حل وسط. وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية في رغبة الطيارين الإسكندنافيين بالشركة، وعددهم 650 في إبرام اتفاق جماعي مع الشركة الأم بدلا من الاتفاق الراهن مع شركة الطيران النرويجية التابعة لها. قالت مصادر مطلعة إن آلية المدفوعات الدولية التي طال انتظارها في الصين والتي من شأنها أن تسير التعامل باليوان أضحت جاهزة وقد يبدأ العمل بها في أيلول المقبل. وتسمح الآلية الجديدة بالتعامل باليوان بشكل سهل ما يعزز الصبغة الدولية للعملة الصينية. ختام الفقرة الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة، عودة إليك هاجر. شكرا أمل، يعطيك العافية.